السلام عليكم، وصلنا معكم إلى الجزء الأخير من الفصل السادس من منهج Wireless Communications and Networking اللي هي شبكات والاتصالات اللاسلكية. هذا الفصل كان يتحدث عن الـ Encoding Techniques اللي هي تقنيات التشفير للإشارات التناظرية والإشارات الرقمية. تحدثنا عن تحويل الإشارات التناظرية، البيانات التناظرية إلى إشارات رقمية والبيانات الرقمية إلى إشارات تناظرية والعكس. وكذلك تحدثنا عن طرق الـ Encoding الخاصة بالأنالوج والديجيتال. وصلنا للجزء الأخير اللي هو يتحدث عندنا عن الأنالوج داتا تو ديجيتال سيجنال، يعني إذا كانت عندنا بيانات قادمة من جهاز معين وكان نوعها أنالوج اللي هي تناظرية وأردنا تحويلها إلى إشارة رقمية. طبعا نوعيتين رئيسيات لعمل هذا الشيء هو البلس كود مودوليشن والدلتا مودوليشن اللي راح نتحدث عنهم بالتفصيل إن شاء الله. بداية، إحنا ليش نحتاج أنه نحول الداتا من نوع الأنالوج إلى ديجيتال سيجنال؟ اولا اذا تحولت الداتا من نوع الانالوج الى ديجيتال سيجنال مباشره، فان هذه البيانات الرقميه مباشره يمكن ارسالها باستخدام النون ريتيرن تو زيرو ليفل، واللي هي تعتبر هي نوع من انواع الدوائر الالكترونيه اللي هي تعتبر اقل كلفه من الدوائر الرقميه الخاصه بالانالوج واكثر شيوعا في الوقت الحاضر. كذلك البيانات الرقميه اللي تنتج عندنا بعد هذه الخطوه يمكن أن يتم تشفيرها إلى إشارات رقمية مباشرة وأيضا باستخدام الكودات الأخرى اللي هي NRZL اللي هو non return to zero level أو غيرها. أيضا يمكن تحويل البيانات إلى analog signal، يعني يمكن بعد ما حولناها من بيانات تناظرية إلى إشارة رقمية أيضا يمكن تحويلها إلى إشارة تناظرية باستخدام التقنيات السابقة الذكر في هذا الفصل. النوع الاول اللي راح نتحدث عنه اللي هو البلس كود مودوليشن، اللي هو يعني ترجمتها الحرفيه اللي هي تضمين التضمين الشفره اللي هي معتمده على البلسز اللي هي النبضات. طبعا ايضا راح نستخدم السامبلنج ثيورم، السامبلنج ثيورم اللي تحدثنا عنها في الفصول السابقه اللي هي كيفيه تحويل الاشاره التناظريه الى اشارات رقميه. كل رمز تناظري يتم تخصيص فد كود يعني ثنائي له، باينري نقصد به سلسله اصفار ووحدات. وطبعا الانالوج سامبلز ار ريفيرد تو از ذا بلس امبليتيود مودوليشن سامبلز، النماذج او العينات التناظريه راح نسميها في هذه الحاله اللي هي البلس امبليتيود مودوليشن سامبلز، هي العينات الناتجه من عمليه التضمين للقيم النبضيه. يعني مثلا طبعا تلاحظون انه في بعض الاحيان هذه البلس امبليتيود مودوليشن سامبلز كعبارة بالإنجليزي ممكن أنه إذا كنت تفتهم كل واحدة من هذه القيم لوحدها أو كل واحدة من هذه المفاهيم لوحدها تستطيع تصورها في بالك، ولكن ترجمتها الحرفية قد لا تأتي، يعني قد لا تكون صحيحة 100%. ولذلك يعني أغلب الأحيان هذه المناهج العلمية اللي هي تحتوي على الكثير من الرموز والكثير من الأرقام والكثير من المعادلات يفضل أنه يعني أي شخص يعني يحتاج أنه يفهمها بشكل دقيق يفضل أنه يكون عنده على الأقل يعني قدرة جيدة باللغة الإنجليزية وفهم عميق لهذه المفاهيم اللي هي البلس امبليتيود مودوليشن مثلا، او المودوليشن بصوره عامه ما هو، عندما نقول امبليتيود ماذا نعني به، عندما نقول سامبلز ماذا نعني به، السامبلنج ثيورم. وبالتالي ولذلك انا يعني اكدت سابقا في هذا المنهج ومنذ البدايه انه لا تحاول انه تقفز الى المحاضره الثالثه قبل دراسه المحاضره الثانيه او الاولى، لانه كل واحده من هي متصله ببعضها البعض الاخر، يعني كل محاضره هي تكمل المحاضره الاخرى، يعني هي ليست مفاهيم منفصله عن بعضها البعض الاخر. على كل حال، The digital signal consists of a block of n bits. يعني هنا الإشارة الرقمية راح تتكون من بلوك من البيانات أو من البتات اللي هي عددهن n، حيث أنه كل n من البتات يتم يعني is the amplitude of the pulse code modulation pulse. مثل ما راح نشوفه بعد قليل أنه شلون نقدر نحول الإشارة التناظرية إلى بلوك من البتات، وكل واحد من هذه البتات إيش قد راح تمثل لنا كم قيمة من قيم البلس كود modulation. هنا تلاحظ أنه إذا كانت لدينا مثلا هذه الإشارة التناظرية وأردنا تحويلها إلى إشارة رقمية، فأولاً إحنا راح بالبداية لازم نعرف البلس تايم اللي هو الديوريشن، الفترة اللي من عندها ونقيس. هنا مثلاً هي واحد على 2 اف ام، الاف ام اللي هو الفريكونسي المستخدمة لتشفير هذه الإشارة، فمقلوب الفريكونسي عادة هو التايم. واحد على 2 اف ام هذا راح يكون هو الزمن الخاص لكل واحدة من هذه النبضات. فتلاحظ أنه تاخذ هذه النبضة التناظرية اللي هي ماشية مثلاً من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ثم تقوم بتحويلها. وتلاحظ انه مثلا الباينري ايكوفلنت اذا كانت صفر هي صفر 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 صفر، والبلس كود مودوليشن الويف فورم مالتها راح تكون هي عباره عن هذا الخط فقط. صفر 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 واحد راح تكون هذا، صفر صفر واحد صفر راح تكون هذه القيمه، صفر صفر واحد واحد ووصولا الى واحد 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 واحد، كل هذه القيم راح تكون تلاحظ انه الديجيت
والباينري ايكوفلنت والبالس كود مودوليشن ويف فورم. هذه طبعا هذه الاشاره اللي راح تنتج عندنا بالنهايه هي عباره عن سلسله اصفار ووحدات مرتبه بهذه الطريقه، بحيث انه انت كل مقطع من هذه المقاطع تستطيع تحويله الى الباينري كود المقابل له. البالس كود مودوليشن باي كوانتايزنج ذا بالس امبليتود مودوليشن اوريجينال سيجنال از اولي ابروكسيميتد. هنا تلاحظ انه يعني الاشاره الاصليه كل نقطه من نقاطها راح تحول الى سلسله اصفار ووحدات، ولكن هذه سلسلة الأصفار والوحدات راح تأخذ يعني فد شيء مشابه لهذه القيم، بالتالي احنا راح يطلع عندنا هو only approximated، يعني الإشارة الأصلية سنحاول تحويلها إلى قيمة رقمية مقاربة لها وليست مضبوطة 100%، وبالتالي راح يظهر عندنا ما يسمى بالquantizing noise اللي هو الضوضاء الناتج عن الquantization، تحويل تناظري إلى رقمي. أيضا هنا راح يكون عندنا signal to noise ratio of the quantizing noise، يعني قيمة الإشارة إلى يعني معدل الإشارة إلى النويز في الإشارات يعني اللي ناتجة بعد الكوانتايزيشن نويز راح تكون SNR طبعا 20 لوج 2 SN زائد 1.76 dB، واللي هي 6.02 N زائد 1.676 dB. الآن هنا طبعا هو نقصد بها عدد الليفلات اللي نتعامل وياها. هنا مثلا لأنه كانت عندنا من 0000 إلى 1111 فإحنا استخدمنا الآن اللي هي مقدارها 4 فقط. إذا كنا نستخدم 5 بتات راح تكون الآن مقدارها 5 وهكذا. فتلاحظ أنه مع إضافة كل بت من البتات فإن قيمة الـ signal to noise ratio راح تزداد بمقدار 6 dB أو factor of 4. factor of 4 اللي هو يقصد به يعني هو log 4 هو عبارة عن log 2 أس 2 معناته 2 في log 2 وهكذا، يعني تطلع عندنا 6 dB بالنسبة للـ factor of 4. النوع الثاني من انواع المودوليشن اللي هي مثل ما ذكرنا تحويل البيانات التناظريه الى اشاره رقميه. الانالوج انبوت از ابروكسيميتد باي ا ستير كيس فانكشن. هنا انا راح استخدم داله هي تشبه الستير كيس اللي هي يعني الدرج او درجات السلم. موفينج اب اور داون باي كوانتايزيشن ليفل ات ايتش سامبلينج انترفال. هنا أنا بعد كل لحظه من لحظات السامبلينج انترفال بعد كل فتره من فترات النمذجة أو أخذ العينات أو النماذج راح يكون عندنا أما صعود إلى الأعلى أو نزول إلى الأسفل اعتمادا على تغير الإشارة التناظرية. The bit stream approximates derivative of analog signal rather than the amplitude. هنا بهاي الحالة سلسلة الأصفار والوحدات اللي هي bit stream راح تكون مقاربة إلى مشتقة الإشارة التناظرية بدلا من الامبليتود المباشر، بحيث أنه واحد is generated if the function goes up وزيرو otherwise. يعني عندنا الستير كيس مالتنا يصعد الى الاعلى اذا كانت الاشاره تصعد الى الاعلى وينزل الى الاسفل، ونحصل من عنده صفر اذا كانت الاشاره تنزل الى الاسفل مثل ما واضح هنا عندنا بهذه الاشاره. هذه الاشاره الاصليه التناظريه، فتلاحظ انه في كل لحظه من اللحظات احنا قسمنا الوقت الى تي اس اللي هو سامبلينج تايم اللي هو 1 على 2 اف ام. في كل لحظه اذا كانت الاشاره تصعد الى الاعلى فاحنا راح نزيد تصعد 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 وهكذا وصولا الى هذه النقطه. من بدايه الاشاره تنزل لاحظ انه احنا قمنا ايضا بالستير كيس يعني كدرجات السلم بدات تنزل، كلما الاشاره بدات تنزل وصلنا الى هذه النقطه. اذا لاحظت هذه اللحظه الاشاره ما زالت تنزل ولكن بعدها لاحظ انه الاشاره اصبحت اعلى من مستوى الكوانتايزد ليفل فبدات تصعد ثم تنزل وتصعد وهكذا. طالما انها هي تصعد باستمرار راح يكون هذا صعدت وهذا الليفل يبقى مستمرا حتى هنا. عندما بدأت تنزل باستمرار أيضا عندما يعني نزلنا إلى مستوى الصفر وكانت هذه كلها صفر، بعد ذلك أصبحت عندنا صعود ونزول متبادل، يعني كلما صعدت هنا تصعد معها وكلما تنزل تنزل معها. بعد ذلك عندما يكون عندنا كلها صعود أيضا صعدت الإشارة واستمرت كونستانت وهكذا. تلاحظ أنه هذا مستوى الواحد وهذا مستوى الصفر، فتلاحظ أنه الإشارة صحيح هي أنه واحد ثم صفر ثم هنا يعني فد شيء هو ما بين الصفر والواحد، بس هنا نشوف اكو عندنا فرق دائما موجود ما بين الاشاره التناظريه الاصليه والاشاره الرقميه اللي احنا قربناها اليها. هذا اللي نسميه كوانتايزيشن نويز اللي هو النويز او الضوضاء او الفرق اللي الموجود بين الاشاره التناظريه الاصليه والاشاره الرقميه الناتجه عنها. طبعا كلما زيدنا عدد الليفلات وكلما قللنا عرض هذا المربع كلما زادت عندنا الدقه وكلما قل النويز، ولكن هذا الشيء مثل ما راح نشوف راح يزيد لنا الاوفر هيد يعني يزيد لنا العبء على النظام. تو امبورتنت بارامترز، اثنين شغلات رئيسيه لازم نلاحظها بالدلتا مودوليشن. انه اول سايز اوف ستيب اسايند باي ايتش باينري ديجيت. هنا حجم الخطوه الذي يتم تخصيصه لكل باينري ديجيت رقم ثنائي.
والسامبلينج ريت ايضا معدل اخذ العينات اكيورسي امبروفز باي انكريزنج ذا سامبلينج ريت، مثل ما ذكرنا الدقه تزداد كلما زيدنا معدل اخذ العينات، يعني كلما قمنا بتصغير العرض لهذا المربع، يعني هذا المربع اذا كان للنصف راح تزيد عندنا الدقه للضعف وهكذا. الا انه however this increases the data rate، يعني هذا راح يزيد لنا معدل ارسال البيانات. فائده او الفائده من الدلتا مودوليشن اللي هي تتميز بها عن البلس كود مودوليشن هي السمبلسيتي اوف اتس امبلمنتيشن، يعني سهوله تمثيلها او تنفيذها او تحويلها الى دوائر الكترونيه. يعني البلس كود مودوليشن حتى وان كانت تبدو سهله في الشرح الا انه تحويلها الى دوائر الكترونيه وبنائها يعتبر اصعب من بناء الدوائر الالكترونيه الخاصه بالدلتا مودوليشن. الاسباب اللي تدفعنا او اللي جعلت الكثير من انظمه الاتصالات اليوم هي تميل الى الديجيتال تكنيكس اللي الاشارات الرقميه بعيدا عن التناظريه، هو اولا زياده شعبيه التقنيات الرقميه في ارسال الاشارات التناظريه. سببها انه احنا قاعد نستخدم الريبيترز اللي هي المكررات بدلا من استخدام الامبليفايرز المضخمات، وبالتالي راح ما يكون عندنا فد نو اديشنال نويز. الريبيتر لا يقوم بإضافة نويز، لأنه يقوم بالتخلص من النويز ويقوم بتكرار أو تضخيم الإشارة فقط بدون النويز، في حين الأمبليفاير يقوم بتضخيم كل شيء، حتى إذا كان هناك نويز أيضا سيقوم بتضخيمه إضافة إلى تضخيم الإشارة، فراح يكون عندنا ما يسمى بالأديتيف نويز. وبالتالي استخدمنا الريبيترز لأنه هو ديجيتال أفضل من الأمبليفاير اللي هو الأنالوج. أيضا بالنسبة للديجيتال نستخدم التايم ديفيجن مالتيبلكسينج اللي هو يعني تضمين بالتقسيم الزمني للإشارة بدلا من الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسينج، بدلا من يعني من التضمين او التشعيب اعتمادا على الفريكوانسي. وايضا التايم ديفيجن هو ينتمي الى الديجيتال اكثر مما هو الانالوج، وبالتالي ما راح يكون عندنا نو انترميديت او انتر مودوليشن نويز اللي هو تضيفه لنا الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسينج. واخيرا كونفرشن تو ذا ديجيتال سيجنالينج allows us او ذا يوز اوف مور افيشينت ديجيتال سويتشينج تكنيكس، تحويل الإشارة إلى رقمية راح يسمح لنا باستخدام تقنيات السويتشنج الرقمية اللي هي أكثر كفاءة من التناظرية بشكل طبيعي يعني. وبالتالي العالم كله حاليا متجه باتجاه الديجيتال، وإذا كنا نرى بعض التقنيات ما زالت تستخدم الأنالوج فهي فقط بسبب بعض المشاكل يعني في التركيب الفيزيائي لبعض الدوائر الإلكترونية العاملة بتقنية الديجيتال، واللي أيضا إن شاء الله راح نتحدث عنها بشكل مفصل في الدروس القادمة والفصول القادمة. إلى هنا انتهى عندنا الفصل السادس، انتظرونا في الفصل السابع إن شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامة.